مغامرات ربا ووفي قصة حب. ربا مسرورة جدا، فقد اشترى الجاران السيد والسيدة جميل كلبة صغيرة، كانا يحلمان بها منذ زمن بعيد، وقد أطلقا عليها اسم فلة. فرح أهل ربا للأمر أيضا، لأنها ستكون صديقة جديدة لوفي. ما إن رأى وفي فلة صاحبة العينين السمراوين الكبيرتين حتى وقع لتوه في حبها، والبرهان على ذلك أنه نسي حتى أن ينبح وركع أمامها على الفور. ضحك الجميع لكن وفي لم يفعل، إن الغرام أمر جدي. لم تتأثر فلة بمحاسن وفي بالقدر الذي تأثر هو بمفاتنها، إذن بات عليه أن يجد أفكارا كثيرة تلفت أنظارها إليه. ها هو اليوم يجلب لها أجمل عظمة تمكن من نبشها، غدا ستكون زهرة يلتقطها عن الأرض، وبعد غد ربطة شعر سيسرقها من ربا. وبالفعل أغدق وفي فلة بالهدايا والعناية واللطف حتى أعجبت به. ضحك رامي وربا للأمر وكانا يتابعان القضية عن كثب. بعد عدة أسابيع شاهدا بفرح فلة تضطرب كلما ظهر وفي، وتحزن كثيرا عندما يرحل. أليس هذا حبا؟ ظل العاشقان الفتيان يتبادلان المودة لمدة أشهر، ثم أتى خبر سيء مفاجئ يشوه المشهد. على السيد والسيدة جميل أن ينتقلا إلى مسكن آخر. لم يكن هذا الأمر محسوبا وبهذا الشكل، لكن السيدة جميل تلقت عرض عمل جديد لا يمكنها رفضه، وقد ترددت كثيرا قبل القبول به. الحي بأكمله حزين، السيد والسيدة جميل جاران لطيفان يقدرهما الجميع، لكن بالطبع لا أحد يشعر بالحزن أكثر من وفي وفلة. لقد توقفا عن اللهو والتحاب كالسابق، وأصبح العاشقان يقضيان وقتهما بالبكاء والنحيب لمجرد التفكير بالافتراق. لا تحتمل ربا أن ترى كلبها المحبوب تعيسا، لقد بات يرفض تناول طعامه. فقالت في نفسها: أنا من سيجد فكرة ترجع الشهية إلى وفي وتعيد إليه سروره، سأفعل ذلك مهما كلف الأمر، وسيتمكن من قضاء أيام هانئة مع فلة كما فعل حتى الآن. بينما كانت ربا تخاطب السيد والسيدة جميل، لاح أمامها بريق أمل. في المدينة سيسكنان في شقة ولن يتمكنا من اصطحاب فلة معهما. لقد فكرا في وضعها في مأوى للحيوانات، لكن الفكرة لا تروق لهما كثيرا. إن تبني فلة هو الحل المثالي، ومن الأفضل أن يسكن المتبني في الحي كي تعود السعادة من جديد إلى كلبها وفي. بدأ رامي وربا
يفكران ويفكران، إن وجودهما معاً يساعد على التوصل إلى حلول جيدة. تكفينا فكرة واحدة، لكن يجب إيجادها. فجأة صرخت ربا: وجدتها! ما علي إلا أن أطلب من والدي. وهذا ما فعلته على الفور. لن يشكل وجود كلب إضافي في المنزل أي عائق. أجابها والداها أن الأمر عكس ما تظن، هما لا يرغبان بكلب ثان، واحد يكفي، ووجود اثنين يعني الخراب. تضايقت ربا كثيرا، شعرت بالذعر ينتابها عندما لم يبدي الجيران أي اهتمام للأمر. كيف سيتقبله في المسكين كل ذلك؟ بدأ اليأس يدب في قلبها لما راودتها فكرة أخيرة. لما لم تفكر قبل الآن بالسيد حبيب شرطي الحي؟ إنه يعشق ووفي ويسأل دوماً متى ستضع فلا جراءً صغاراً. وبالفعل ما إن تقدمت بطلبها حتى وافق الشرطي عليه. سيكون في غاية السرور إذا تبنى فلة، لا سيما أن الأمر سيسعد ووفي الصغير العزيز. بالإضافة إلى ذلك فإن السيد حبيب لا يسكن بعيداً. كل الأمور خير إذا انتهت على خير، أليس كذلك؟ هكذا رحل السيد والسيدة جميل، كانا حزينين بعض الشيء، لكنهما مرتاحان لأن فل في أيد أمينة، وسعيدان لأن ووفي وفل سيتمكنان من رؤية بعضهما يومياً في الحديقة حتى خلال الأيام الماطرة. إن ربا مدعاة لفخر والديها حقاً، وعندما يرى الولدان ووفي يأكل طعامه من جديد بمرح ونشاط، لا يسعهما إلا الافتخار بالحل الذي توصلا إليه.